السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل يا جماعه. انا النهارده موجود في ستروين القصراوي، وكيل علامه ستروين الفرنسيه في السوق المصري، علشان اتعرف سريعا كده في جوله يعني خاطفه كده على ستروين سي 3 الهاتشباك الجديده. احنا كنا تعرفنا عليها في حفل الاطلاق بتاعها مع اختها الكبيره اللي هي ستروين سي 4، اللي هي مش اختها خالص، هي كروس اوفر اصلا مالهاش علاقه بالموضوع، بس يعني كان الحفله اطلق فيها العربيتين مع بعض. ما لحقناش نتكلم بشكل مستفيض شويه عن العربيه، النهارده نتكلم بشيء من التفصيل شويه عن العربيه والفئتين اللي بتطرح بيهم ابرز الاختلافات، ونتكلم كمان على اسعارها. وانا كمان لسه يعني بعمل الفيديو كده سريعا ببص لقيت ستروين سي 3 الاير كروس الجديده الفيس ليفت طرحت في السوق المصري اهي، لسه نازله امبارح العربيه، برده هنعمل لها ان شاء الله فيديو تفصيلي. بس بقى نخلص الاول الستروين الهاتشباك سي 3، وبعد كده ندخل بقى على الاير كروس الجديده اللي هنتعرف عليها. طيب مبدئيا كده بشكل عام العربيه بتنزل بفئتين زي ما عرفنا. الفئه الاولى اللي قدامنا دلوقتي دي بسعر 304,900 تقريبا، والفئه الثانيه بسعر 354,900 يعني 355,000 تقريبا. فاحنا بنتكلم تقريبا في حوالي 50,000 فرق ما بين الفئتين الاولى والثانيه من ستروين سي 3 هاتشباك. طيب بشكل اساسي كده زي ما احنا ملاحظين هنلاحظ انه الاضاءه الاماميه بتاعه العربيه بتيجي LED بالكامل، مفيش فيها اي اختلاف. وفي الفئه الثانيه كمان، يعني دي الفئه الاولى هي الستاندرد بتاعها بيجي LED، وكمان الفئه اللي بعد كده بتيجي برضو الاضاءه بتاعتها LED. انا معايا المفتاح بتاعها، خليني كده ثواني اوريكم شكل المفتاح. مفتاح ضاع وسط المفاتيح. طيب بشكل عام اهو ده المفتاح بتاع العربيه، ده شكل الريموت كنترول اهوت، وده المفتاح بتاع العربيه مع مفتاح عادي. ده برضو احد ابرز الاختلافات، لانه العربيه في الفئه الثانيه بيكون ستارت ستوب انجن، لكن في الفئه الاولى هنا بيبقى مفتاح عادي بمطوه، يعني اللي هو كده بالشكل ده. طيب بشكل اساسي عندنا منظومه الاضاءه الاماميه بتبقى ميكس ما بين الهالوجين هنا، والاضاءه الرئيسيه بتيجي LED زي ما اتفقنا في الفئتين، مفيش فيها اي اختلاف. يعني اضاءه الاشارات زي ما انا فتحت كده العربيه اهوت، بصوا بالشكل ده هتلاقي اضاءه الاشارات بتبقى هالوجين، لكن بقيه الاضاءه الموجوده سواء الاضاءه النهاريه او الاضاءه الخاصه بالاضاءه الرئيسيه بتكون برضو LED، بالاضافه كمان لاضاءه الفوج لايت الاماميه اللي بتكون الاضاءه بتاعتها هالوجين. حواليها فريم كمان من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، وهنا من بره بيبقى زي حاجه زي الديفيوزر كده، مش ديفيوزر يعني، ولكن يعني جزء اضافي كده لحمايه مقدمه العربيه بتبقى من البلاستيك الاسود المط، وبيكمل معايا حوالين اقواس الكاوتش والعتب بتاع الابواب من هنا. طيب هنلاحظ كمان ابرز اختلاف حصل ما بين الفيس ليفت والشكل القديم هو الشبكه الاماميه اللي بتيجي بقى ايه الجزء بتاعها ده بيروح نازل هنا. انا بقول عليه شنب، يعني هو شبه الشنب كده، فتحس ان هي شنب واخده شكل كده اجريسيف شويه، مدي شكل اجريسيف شويه للعربيه. هنلاحظ ان الشنب ده بقى هو اللغه التصميميه المعتمده من ستروين في عربياتها الجديده. يعني هنلاحظ ان ده الجزء ده كده موجود هنا في الهاتشباك، في السي 3 الهاتشباك، موجود في السي 3 الاير كروس، موجود كمان في السي 4 اللي اتعرفنا عليها في الكروس اوفر. طيب هنا هنلاحظ فتحات التهوية اللي شكلها واخد شكل يعني ظريف كده، شكل كيوت بيعبر عن الايدنتيتي بتاعت ستروين اللي هو الفاني شويه في شكل العربيه، وفي نفس الوقت بتبقى شبابيه ومنظرها مختلف. تيجي طبعا على مستويين، المستوى الاول موجود هنا والمستوى الثاني فتحات التهوية موجود في الجزء السفلي. منظومه الحركه في العربيه مكونه من المحرك الشهير البيور تيك ال 110، بيجي 1200 سي سي تيربو طبعا، ومتوصل على ناقل حركه اوتوماتيكي من 6 سرعات. المنظومه دي هنا في العربيه دي بتطلع 110 حصان و205 نيوتن متر. ليه بقول لكم هنا في العربيه دي؟ لان العربيه دي منظومه الحركه اللي فيها اللي هي في الهاتشباك هي نفس منظومه الحركه اللي موجوده في الاير كروس، ونفس الحركه برضو او منظومه الحركه اللي موجوده في الستروين السي 4، ولكن طبعا منظومه الحركه صحيح متشابهه، ولكن القوه والعزم بيختلفوا ما بين الثلاث عربيات. يعني هنا مثلا في ستروين سي 4 نفس المنظومه 1200 سي سي 3 سلندر متوصل على الحركه، بس هنا ايسن 8 سرعات بتطلع قوه حصانيه مختلفه تماما، بتطلع 155 حصان، لكن هنا بتطلع زي ما قلت لكم 110 حصان. طيب تعالوا كده نبص على الجنب. مبدئيا كده عندنا الجنط بيجي جنط حديد مع طاسه، وده شكل الجنط مقاسه 15 انش، في الفئه الاعلى بيكون 16 انش، بيكون جنط شكله رياضي كمان ومختلف عن الشكل الموجود دلوقتي، مع اقواس الكاوتش اللي بتكمل معايا عتب بتاع الابواب والجزء الخلفي كمان. طيب المرايه الجانبيه قابله للضبط والضم كهربائيا واوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه بالشكل ده. لما باجي افتح العربيه اهو
بفتح العربية، المرايات بتفتح معايا وكذلك بتقفل. في عندي طبعا إشارات تحذيرية خاصة بالإشارات الجانبية موجودة على المرايات الجانبية هنا، ولكن الإضاءة بتاعتها بتبقى هالوجين. عندنا الفريم اللي موجود حوالين الإزاز الخلفي بيبقى من الرابر الأسود، ومقابض الأبواب بتبقى بنفس لون العربية زي ما احنا شايفين كده. ومفيش عندي بقى الإزاز الخلفي ده ما بيكونش فامي، بيكون إزاز خلفي عادي. طيب منظومة الإضاءة الخلفية برضو بتيجي ميكس ما بين LED وما بين الهالوجين. هنلاحظ الإضاءة الرئيسية بتيجي LED بالشكل ده، ما مش باينة معايا. طيب الهالوجين هيبقى موجود هنا في إضاءة الريفرس وإضاءة الإشارات الجانبية، أما الإضاءة الرئيسية فبتكون 3D أو بتديك إفكت 3D، وفي نفس الوقت بتكون الإضاءة بتاعتها LED. طيب ما عنديش كاميرا خلفية هنا في الفئة الثانية أو في الفئة الأولى عفوا، لكن في الفئة الثانية بيكون في كاميرا خلفية، هنا ما فيش كاميرا خلفية. طيب عندي سنسور راك من خلفية، ودي موجودة في الفئتين، من الفئة الأولى برضو ما فيش فيها أي اختلاف، لكن الكاميرا الخلفية هي اللي مش موجودة في الفئة الأولى. نفتح بقى كده الشنطة. الشنطة طبعا بتفتح بشكل عادي وطبيعي. مساحة الشنطة كام يا عم عمر؟ مساحة الشنطة والله يا جماعة أنا حاولت أجيبها كتير، ومعايا البروشور الرسمي بتاع العربية هوت، ومع ذلك برضو مش مكتوب فيه مساحة الشنطة. مش عارف برضو يعني ممكن أكلم مين في البلد عشان يجيب لنا مساحة شنطة ستيروين سي في الهاتشباك. طيب حتى أبعاد العربية برضو مفيش حاجة، يعني مفيش، مش مديك مساحة شنطة خالص. طيب بشكل عام دي مساحة الشنطة، يعني عرفوها انتوا بقى. اوكي طيب عندنا وحدة اضاءة موجودة هنا، وعندنا كمان اماكن لتعليق الاكياس موجودة هنا. الكنبة الخلفية قابلة للطي 40-60 علشان تزود مساحة الشنطة. طيب في حاجة تحت، في عندنا الاستبن، وفي عندنا كمان العدة بتاعة الاستبن الموجودة هنا. طيب نقفل باب الشنطة، تعالوا بقى نركب ورا. وطبعا زي ما متوقعين كلنا على الاغلب هتكون المساحة مش اوسع حاجة، ولكن هتكون ظريفة لان ده عربية هاتشباك بشكل اساسي. طيب ده بلاستيك واخد لو تلاحظوا كده نفس النقشة اللي موجودة في فتحات التهوية القدام اللي انا قلت لكم عليها، هتلاقوها برضو موجودة هنا في الابواب، وهتلاقوها كمان حتى شكل المسند بتاع الايد. لو جيت كده تلاحظوا مسند الايد كده واخد نفس الشكل اللي هو ايه المستطيل المدور ده، اللي هو شكله كوميدي جدا. وكمان هتلاحظوا مقابض الابواب بنفس الشكل، فهتلاحظوا ان الشكل ده معتمد بشكل كبير في تصميم العربيه. طيب الفرش بيجي من القماش، قماش شكله فاخر، بيجي من لونين او ثلاث الوان كمان، بيجي بخط من هنا بيجي بلون تركواز، هنا رصاصي غامق وهنا رصاصي فاتح. عندنا اماكن تثبيت مقاعد الاطفال او الايزوفيكس. تعالوا بقى نقعد كده ورا ونشوف الدنيا عامله ايه. طيب انا قبل التصوير كنت ظبطت الكرسي بتاع السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، ودي كده المساحه الموجوده. هنلاحظ ان الكرسي اصلا الظهر بتاعه فيه كيرف هنا علشان يديك مساحه اكبر شويه للركبه، ولكن يعني ايه هاتشباك يعني، فطبيعي ان احنا نبقى عارفين ان المساحات فيها مش هتكون اوسع حاجه. ارتفاع الكرسي عن الارض برضو مش وحش، ارتفاع الكرسي مناسب جدا، ولكن زي ما احنا شايفين المساحه الى حد ما ضيقه شويه. من ابرز برضو الحاجات اللي مش لطيفه في الموضوع في القعده هو مساند الراس اللي هنا دي. مساند الراس دي محتاجه تعلى شويه كده علشان ما تخبطش في ظهرك وانت قاعد، فتبقى قاعد مستريح بشكل كبير. طيب ما عنديش مسند ايد زي ما احنا شايفين كده، وعندنا طبعا مساند الراس قابله للتحرك لفوق ولتحت، و الكنبة الخلفية قابلة للطي 40-60 زي ما اتفقنا بالشكل ده عشان تديك مساحة أكبر للشنطة. ما عنديش طبعا اوبشنز موجودة هنا في الكونسول الخلفي، ولا عندي كمان نفق الفتيس معه مرتفع إلى حد ما، لكن أصلا كده كده الهاتشباك يعني صعب يركب فيها ثلاثة ورا بشكل أساسي يعني. طيب تعالوا نطلع قدام. هنلاحظ برضو ان مفيش كيلس انتري. كيلس انتري بيبقى موجود في الفئه الثانيه، لكن هنا في الفئه الاولى مفيش كيلس انتري. عندنا مسند او المقبض بتاع الايد ده بيجي بشكل شيك كده، عامل زي شريطه، شكله شيك جدا، ونفس النقشه اللي موجوده هنا. هنلاحظ البيانو بلاك اللي موجود حوالين وحده الازرار بتاعت الازاز بالشكل ده، ومساحه التخزين الداخليه بتيجي من جوه كده بلون ابيض، شكلها برضو شيك ولطيف. نلاحظ بقى النقشه اللي موجوده هنا بتاعت التكييف برضو بتاخد نفس شكل التصميم اللي كان موجود على فتحات التهويه بتاعت الشبكه الاماميه، وهنلاحظ هنا بلون تركواز موجود هنا اللي هو نفس التصميم او نفس اللون اللي موجود على الفرش بتاع العربيه من هنا. فيعني ايه اللمسات بتبقى لمسات جماليه مشتركه في اكتر من مكان في العربيه. طيب كرسي السائق قابل للضبط بتاعه يدويا زي ما احنا شايفين، مع ضبط الارتفاع بتاعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وعجلة القيادة بتيجي من الجلد في الثلاث فئات او في الفئتين عفوا بتوع العربية، مفيش فيها اي اختلاف. ودي شاشة العدادات. اوكي ندور العربية، ندور بمفتاح عادي بالشكل ده. دي شاشة العدادات بتاعت ستيروين سي 3 الهاتشباك.
بتيجي طبعا انالوج زي ما احنا شايفين مع شاشه صغيره موجوده هنا بتبقى خاصه بيه. ندور العربيه كده في السريع اهي، دي شاشه صغيره كده بتيجي ابيض في اسود بتديك كافه المعلومات الخاصه بالعربيه. ومن ضمن برضو يعني مناسبه المساحات اللي اشتغلت، سنسور المساحات او سنسور المطر وسنسور الاضاءه موجوده في الفئه الثانيه فقط، اما في الفئه الاولى ما بيكونش عندي سنسور اضاءه ولا سنسور مطر. طيب عندنا طبعا هنا شاشه الانفوتيمنت سيستم بتكون 7 انش تاتش سكرين، ما اعرفش اذا كانت بتوصل ابل كار بلاي اندرويد اوتو ولا لا، خلونا كده نستكشف مع بعض ونشوف. مش عارف، مش باين عندي اذا كانت بتجيب ابل كار بلاي واندرويد اوتو ولا لا، ولكن هي 7 انش بشكل عام. طيب ماشي، ايوه برايتنس بروفايل ماشي ماشي. anyway هي شاشه لطيفه، الاستجابه بتاعتها لطيفه برده مش وحشه، طبعا عشان ما فيش كاميرا خلفيه فاكيد ما فيش ريزوليوشن لكاميرا خلفيه، يعني انا عارف ان هوريه لكم هنا على الشاشه. طيب دي مجموعه ازرار اختصارات بسيطه، منها السخانات بتاعت الازاز الامامي الازاز الخلفي والانتظار واللوك بتاع الابواب مع مساحه تخزين صغيره موجوده هنا في الشكل ده، وعندنا تحت هنا فتحه 12 فولت مع فتحه يو اس بي تايب اي، وهنا كمان المؤشر الخاص بيه نقل الحركة مع زرار اس مكتوب عليه هنا لو شايفينه كده، زرار الاس ده اللي هو المود بتاع السبورت او القيادة الرياضية. وهنا عصاية نقل الحركة مع اتنين كاب هولدر نونو خالص شكلهم زراف خالص في العربية هنا. فرامل الايد بتيجي يدوية زي ما احنا شايفين مع مسند ايد امامي عبارة عن مسند موجود مثبت في ظهر مقعد السائق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وطبعا اتنين كاب هولدر برضو موجودين هنا صغيرين اللي احنا اتكلمنا عليهم واحنا بنتكلم في الكنبة. طيب الشكل العام للعربيه هنا زي ما احنا شايفين كده شكلها لطيف جدا، وهنلاحظ كمان الماتيريال ده بيستخدم جلد، ده جلد مع النقشه او اللون اللي موجود هنا اللي هو التركويز. التصميم في حد ذاته كمان واخد نفس التصميم الخاص بالفتحات بتاعه تهويه الشبكه الاماميه، فهتلاحظ ان التصميم كله متماشي، ديزاين بتاع او التصميم بتاع العربيه بشكل عام والديزاين بتاعه راقي جدا وفانسي وشبابي كده، تحسه يعني حاجه كده فاني ولطيفه. المرايات الخلفيه قابله للتعتيم يدويا زي ما احنا شايفين مع كونسول علوي موجود هنا في الاضاءه الخاصه بيه المنطقه اللي قدام. طيب هتلاحظوا ان الاضاءه اللي ورا مفيش فيها اضاءه، المنطقه اللي ورا دي مفيش فيها اضاءه هنا لان ده موجود في الفئه الثانيه، في الفئه الثانيه بيكون في اضاءه في النص هنا لكن هنا مفيش. طيب انظمه السلامه والامان في العربيه واحده ما بين الفئتين اي بي اس اي بي دي واي اس سي اللي هو النظام الثبات الالكتروني، هنا سترين بيسموه اي اس سي، وعندنا كمان نظام تنبيه للسائق في حاله الارهاق، وعندنا تاير بريشر مونيتورنج، وعندنا 6 اير باج موجودين في العربيه، 2 امامي واثنين جانبي في الكراسي زي ما احنا شايفين كده، واثنين ستائري موجودين هنا، فعندنا 6 ايرباج موجودين في العربيه من الفئه الاولى، ودي طبعا احد نقاط القوه الجميله جدا في العربيه اللي بتنافس بيها في فئه الهاتشباك في السوق المصري. طبعا تاير بريشر مونيتورنج وتنبيه السائق في حاله الارهاق كل الحاجات دي موجوده من الفئه الاولى زي ما قلت لكم، لكن الفئه الاولى بتختلف شويه في حاجات، منها مثلا زي ما قلت لكم الكاميرا الخلفيه لو اعتبرناها من انظمه السلامه والامان في العربيه. طيب ده كده سريعا نظره سريعه كده على الستروين السي 3 الهاتشباك الجديده اللي طرحت في السوق المصري. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه بقى على الاير كروس الفيس ليفت 2022 بشيء برضو من التفصيل، ولكن مش هيكون تفصيل قوي، هنتكلم فيه شويه عن العربيه وابرز الاختلافات ما بين الفئتين، لان زي ما قلت لكم هي بقت بتطرح بفئتين بدل 3 فئات، لكن هنتكلم عن ابرز الاختلافات ما بين الفئتين في الفيديو السريع اللي هنعمله عنها، وبعد كده ان شاء الله في المره اللي جايه هنعمل فيديو تفصيلي لستروين السي 3 الاير كروس الفيس ليفت. وكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا لستروين السي 3 الهاتش باك الجديده اللي اتعرفنا عليها في حفل الاطلاق وتعرفنا عليها اكتر دلوقتي. اشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وفيديو جديد، مع السلامه.